بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب فيه النفع والفائدة للجميع، وأن يكون سببا في بلوغنا أفضل المقامات وأعلى الدرجات، إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. ولازال حديثنا موصولا في ذكر جملة من الموضوعات التي تمس إلى معرفتها الحاجة، وخاصة تلك الموضوعات التي تكون سببا في تحصيل العبد للسعادة، خاصة في مثل هذه الأجواء الإيمانية وهذه الليالي الشريفة والأيام الفاضلة. ومن خلال برنامجكم شذرات وبصحبة الدكتور عادل المطيرات، فنرحب بصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور عادل المطيرات في بداية هذا اللقاء، فأهلا وسهلا. مرحبا بك أخوي دكتور خالد، ورحب بك وأخواني أخواتي مشاهدين ومشاهدات، حياكم الله وبياكم. وكما درجنا في هذا البرنامج على تسليط الضوء على بعض هذه الموضوعات التي يحتاجها العبد، وذلك من أجل حق السعادة التي مبتغى كل إنسان. ومن هذه الموضوعات المهمة، وهي أيضا من المقامات العظيمة، محاسبة النفس. هذه المحاسبة يحتاجها الإنسان، لماذا؟ لأنه يستدرك بها النقص، ويستكمل بها يعني، أو يتدرج ويرتقي في المقامات. فما المقصود بمحاسبة النفس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. المحاسبة منزل عظيمة ومقام عظيم من مقامات هذا الدين. ومعنى المحاسبة أن الإنسان ينظر في عمل يومه وليلته، سواء الأقوال أو الأفعال، فما كان محمودا منها فإنه يستزيد ويحاول أن يأتي بمثله وزيادة، وما كان مذموما منها فإنه يستدركه ولا يحاول أن لا يعيده مرة أخرى. فمعنى المحاسبة أن الإنسان ينظر في أعماله، الأمور الطيبة يفرح بها، يحمد الله عز وجل عليها، يستزيد منها حتى يثبته الله عليها. الأمور السيئة يحاول أن يستدركها ولا يقع فيها. إذا كان الإنسان اليوم حافظ على الصلوات الخمس، يحمد الله عز وجل ويسأل الله أن يثبته عليه. إذا نام عن صلاة يندم، يستدرك ذلك، يحاول أن لا يعيد هذا الأمر. إذا أغضب والديه اليوم يندم ويستدرك ذلك غدا، أو في نفس الوقت أن لا يغضبهم، وهكذا في جميع الأقوال والأعمال. يبقى الإنسان في محاسبة دائمة مع نفسه في عمل اليوم والليلة. جميل. وهنا في المقام يعني في ذكر المحاسبة، تذكر قول الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين قال: ما اشتد ندمي على شيء مثل ما اشتد على يوم غربت فيه شمسه، نقص فيه أجلي ولم يزدد فيه عملي. يعني هذا من المحاسبة، لأنه يرى أنه ينبغي أن يكون في يومه أفضل من أمسه، وفي غده أفضل من يومه. والمشاهد عند كثير من الناس العكس، يعني كما يقال يتدهور الإنسان وينحدر في استغلاله لأيامه وأوقاته. هذه قاعدة أخوي دكتور خالد، هذه قاعدة. الإنسان الناجح هو من يحاسب نفسه، هذا قطعا، لأنه يستدرك ما فاته، يستدرك النقص، يطلب الكمال، عنده همة عالية. والإنسان يعني الذي لا يحاسب نفسه يكون في انحدار. يكون في انحدار سواء في الأعمال أو في أخلاقه أو غيره. ولذلك الحسن البصري رحمه الله يقول: لا تجد المؤمن إلا وهو يحاسب نفسه، وماذا أردت أن تأكلين، وماذا أردت أن تعملين، وماذا أردت أن تشربين، وأما المنافق فيمضي قدما لا يحاسب نفسه. وعمر رضي الله عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتزينوا للعرض الأكبر. إلى ثم قرأ قول الله تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وذكر الله عز وجل آية يسميها العلماء آية المحاسبة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة،
أصحاب الجنة هم الفائزون. انظر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا في المحاسبة. إذن آية المحاسبة. نأخذ هذا الفاصل ثم نواصل. اهلا وسهلا بكم من جديد وعوده الى برنامجكم شذرات مع الدكتور عادل مطرات في ذكر مقام عظيم من هذه المقامات الا وهو مقام محاسبه النفس حتى يستكمل الانسان ما في هذه النفس من النقص. ولعلنا نسلط الضوء على فوائد هذه المحاسبه. يعني ما الذي يجنيه الانسان عندما يحاسب نفسه على الدوام ويكون محاسبا لها؟ من فوائد المحاسبه أن يطلع الإنسان على عيوب نفسه. المشاهد أن كثيرا من الناس ينظر في عيوب الناس فيهمل أو يتغافل عن عيوب نفسه. وكما قيل نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. فالذي ينظر في عيوب الناس لا ينظر في عيوب نفسه. صحيح. ولذلك إذا نصح في أمر هو فيه يستغرب، يعني لا يتوقع أنه فيه لأنه لم يحاسب نفسه. فأهم فوائد محاسبة النفس أن يجد الإنسان نعم أنا فيني كذا وأنا فيني كذا، فيطلع على عيوب نفسه. نعم. وأيضا الإنسان إذا انشغل بعيوب نفسه شغل على الناس. نعم. أكثر الناس عندما ينشغل بفلان وفلان وفلان لأنه لم يلتفت إلى عيوب نفسه. ولذلك يعني من المهم جدا أن ينظر الإنسان في نفسه وفي عيوبها، فعندما يجد أنه هو نفسه عنده مثل هذه العيوب لن يتكلم على الآخرين. كذلك من فوائد المحاسبة أن يتعرف الله الإنسان على ربه عز وجل ويقدره حق قدره، يعني يعرف حق الله ويعرف قدر الله عز وجل ثم يرجع ويعرف قدر نفسه. فالبون شائع بين أن يعرف الإنسان قدر ربه عز وجل وقدر نفسه. فإذا عرف قدر الله عز وجل فإن هذا يدفعه إلى أن يطيع ربه عز وجل وأن يحاول أن لا يعصيه. وإذا رجع إلى نفسه وعرف قدر نفسه يحاول أن يصلح ما في نفسه من هذه العيوب. كذلك من فوائد محاسبة النفس الثبات على الدين. كيف الإنسان يثبت على دينه وهو لا يحاسب نفسه؟ نعم. فإذا أراد الإنسان يثبت على دين الله سبحانه وتعالى ويقوي إيمانه فيكون دائما إيش؟ يحاسب نفسه. ومن الفوائد أن النفس يزكيها الإنسان ويهذبها بالمحاسبة. فربنا عز وجل يقول قد أفلح من زكاها. ترى هذه محاسبة. زكاها يعني هو يحاول أن يزكي النفس، يحاول أن يصفي قلبه من الأمراض، يحاول أن يهذب أخلاقه. فهذا لا يكون هكذا بدون سبب، فلا بد للإنسان أن يحاسب نفسه حتى يرتقي في سلم الأخلاق. يقال في ترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله يقول أنه كان في كل يوم أفضل من اليوم الذي قبله. فقيل لماذا؟ قال كان يحاسب نفسه. فتخيل أنت كل يوم تجلس مع نفسك تحاسب نفسك على الأقوال، تحاسب نفسك على الأفعال، تحاسب نفسك على علاقتك مع أهلك، تحاسب نفسك على تربيتك لأبنائك، تحاسب نفسك على إتقانك للعمل الوظيفة، تحاسب نفسك على بر الوالدين، تحاسب نفسك على الوقوع في المعاصي. تخيل هذه المحاسبة الدائمة كل يوم، ماذا يحصل الإنسان؟ صحيح. يرتقي. أنه سيرتقي لا شك. نعم. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه محاسبة الشريك لشريكه الخوان. نعم. يعني كأن عنده شريكا خوانا، يعني نعم. بمعنى عنده شريك يظن أنه سيخونه في أي لحظة يغفل فيها عنه. نعم. ولذلك الإنسان يكون دائما ملتفت لمثل هذه النفس يحاول إصلاحها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مثل هذا المقام ومحاسبة النفس على الدوام. في ختام هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور عادل مطرات على ما تفضل به وأجاد، وأيضا لكم على حسن متابعتكم، وأستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.